الخير وأهلا وسهلا فيكم اكيد مثل ما عودناكم كل نهار تنان ببرنامجنا انا وحسين هاشم حكي رياضي يلي بتناول كل الرياضات وكل البطولات بكافه انواعها وخاصه كره القدم والدوريات الاوروبيه والدوري اللبناني اللي كنا بنعرف كان عندنا دائما ضيف من لبنان ولكن بعد الازمه اللي عم يمر فيها الوطن اكيد الدوري توقف أو حاليا موقف وفي قرار إنه يتوقف، فمشان هيك نحنا اليوم حنبلش معكم أكيد بخبر كتير محزن ضجت فيه وسائل الإعلاميه أي بالأحرى كل امريكا بنبأ وفاة كوبي براين لاعب كرة السله المتميز لاعب الليكرز يلي حصد معه تقريباً كوبي خمس ألقاب وكان كتير مميز ورقم صعب جداً بعالم الرياضة وخاصة كرة السلة وأكيد مش بس أمريكا كلها زعلت على هذا اللاعب يلي أنا بعتبره كان لاعب إنساني بالدرجة الأولى بغض النظر شو كان يعني أكيد كيف في يلعب مع مين كان يلعب وين من هو كوبي براين بس ولكن كلنا بنشوف كنا فيديوهاته كان يطلع على بلاد أفريقيا على بلاد المجاعة والمحتاجين وكان دائما يدعم حتى عنده جمعيات إنسانية أنا بحبه لكوبي براين يمكن من هذا الشيء بغض النظر أنه هو لاعب كرة سلة تقريبا ثالث أفضل لاعب كرة سلة مرق على أمريكا من بعد أكيد مايكل جوردن وكريم عبد الجبار وحتى هلا كوبي براي البراون بيقولوا انه كسر الارقام القياسيه اللي كانت اللي كان اكيد مسيطر عليها كوبي براين كوبي براين بهذه الحادثه اللي فعلا اليمه كمان كانت معه بنته برحله بعد الحديث هلا مش عارفين رحله شو يعني كمان بنته اللي تعرضت للموت مع تس اشخاص من الطاقم يعني طاقم الطياره كله تقريبا كانوا تسعة اشخاص وكمان في ناس عم تقول مصادر اعلاميه وفي يمكن الامنيه كانوا بعدهم بدهم يحققوا بالطياره انه هل اسقط الطياره ولا في عطل فني بعد لحديت هلا اندر انفيستيكيشن بعد الامور مش واضحه ناطرين يمكن الاخبار بعدين على اساسها بيبنوا اذا كوبي براين تم قتل كوبي براين او هيدا مشيئه الله واختار كوبي براين وبنته و سبع أشخاص معهم بالطيارة أكيد العزلة كل لاعبين كرة, كرة كرة السلة زائدا إنه كوبي براين مش بس لاعب على صعيد أمريكا يعني مش بس أمريكا بتعرف كوبي براين إنه لاعب متميز ولاعب كتير جدا حلو مزبق. على صعيد العالم كله فإلك حسين انا صراحه لا اكيد لا اكيد شيء بيزعل اكيد يعني كنا عم نحكي انا وياك قبل ما تبلش الحلقه انه خساره كبيره لعالم الرياضه كوبي ما صار زمان ريتايرد واعتزل وكان عم يبلش بمشاريع جديده مثل يعني ما بيقولوا بلش حياته التانية يعني بعد الباسكتبول و كان وكان كان حاطط ببنته ايه كان عم يعمل مشاريع وعم يعني عم يدرب فريق بنته كان عم يعمل مشاريع خاصه بالفروت الانرجي درينكس وهيك شغلات وبدوريات ثانيه حتى بالأمل اس كان عامل معهم كونتركت تبع الفوتبول هو بيقول يقال انه هو كان بايطاليا أيه؟ وعنده شغف على الكرة كتير بحب كتير بحب كرة القدم كثير هو بيحب ميسي أيه؟ بيحب كرة القدم بيحب ميسي كثير بيحب ميسي وحتى حتى كانوا عاملين معه مقابلة على السي ان ان قبل بجمعة أيه؟ يعني ب 15 شهر وكان عم يسألوه عن ميسي وهيك قال لهم انا بعتبر ميسي ورونالدو هودي عملوا داينستي يعني عملوا عملوا جو كثير حلو وعملوا لهم حالي خاص وليجندز أيه اكيد على فكرة امبارح نيمار نعاه 100% بقلب المباراة بقلب المباراة بقلب المباراة حط نمبر 8 لا خسارة كبيرة كوبي براينت لـ لـ لعالم الرياضه ومش بس هيك خسارة كتير كمان بالعالم الانساني الشق الانساني لانه صح. له اعمال خيريه كثير كمان صحيح اللي ما بيعرف كوبي براينت كانوا بالقاره السمراء ولا حتى م. بامريكا هون كمان فمحبوب لما بتلاقي شخص محبوب من الكل وكل العالم زعلت عليه انت لازم تعرف انه هيدا الشخص عمل شيء منيح بحياته فاكيد تعازينا الحاره هلا بعد ما لقوا الجثه تبعه وبنته لانه يعني حطام وفرفطه يعني فاكيد تعازينا الحاره لعائله كوبي براينت لمرته لأمريكا. امريكا ولجميع الامريكانيين للعالم صراحة. الرياضي للعالم كله اللي زال عليه لمحبينه لانه عنده محبين كتار يعني نحن لما بلشنا نحضر بول ربينا على شيء براين. اسمه كوبي براينت على شيء صحيح. اسمه شاكيل اونيل على شيء صحيح. اسمه هيك ليكرز كان لهم وهجهم بهذيك الايام بعد لهم وهجهم لحد انا صراحه يا سبوا صراحه كوبي براينت صار. صريح معك الله يرحمه بس بس, بس, لا بس في, كبير. في في شغله لما كان يلعبوا أول البيستنز هي. ينزل كوبي براينت باخر يعني ياما حسب مباريات باخر ثلاث نقاط في يعني شغله بس كان متميز بدنا نتمنى على الجاليه تبعنا في في فلاير شفناها معموله مثل شوي ما بعرف اذا مسخره او مسحه هيدي مسخره لا أو مسخره او, أو شيء عاملين مثل نعوه ومحطوط عليها اسم واحد من المراكز عنا وما بعرف شو انه بطريقه مسخره مش حلوه هيدا الحركات صحيح. مش ما بتلبق لها ابو علي كانوا مسمينه ابو علي ابو علي براين. ابو علي إيه فمش حلوه مننا هيدي فخلينا قبل ما يكون في عندنا روح رياضيه مش بس هيك ما نتمسخر على شغلات مش فيهاش مسخره بش يعني مش دايما مش دايما وبعض الامور بدنا نقعد نحن اذا كنا على الفيسبوك او انه لنضحك بعض الناس او لناخذ كم لايك ان نتعرض للمراكز الدينيه الاسلاميه ولشخص متوفى بمسخره او بنحط له ما ظابطه كليا يعني ما هيدي مش بعيده عن اخلاقنا هيدي بعيده كتير عن اخلاقنا وعن لأنه. وزائدا انه الرحمه بس لاقول الرحمه بتجوز على الكل. الرحمه بتجوز على, على كل الناس كل. اكيد على كل الناس نحن بدنا نضلنا بموضوع رياضه اكيد شكرا لكم كل متابعين هيدا البرنامج حكي رياضي كل نهار تنين عم نطلع عليكم بحلقه انا والكابتن عباس وعم نتحدث عن الدوريات اللي عم بتصير عم بتصير يعني. كانوا باسكت جمعه والعاده جمعه والعاده في كثير اخبار بلشنا شوي هيك بخبر يعني محزن صراحه هز العالم كله يه. اكيد نحن ببدايه الحلقه بنحب نتشكر كل اللي عم بيتابعونا ونتمنى منكم تشاركونا بموضوع هيدا الحلقه خبرونا عن فرقكم من الفرق اللي انتم بتشجعوها هل يا ترى ربحوا هي الجمعه ولا ما ربحوا كيف مبدئين الاداء تبع اللاعبين والفريق تبعكم تبع المدرب فبنتمنى منكم تشاركونا بهالحلقه لانه الحلقه ما بتغنى بدون المشاركه تبع العالم اللي عم بيحضرونا. يعني على طول انتم بتغنوا هيدا البرنامج كمان بنحب نتشكر السبونسر تبع هيدا البرنامج اللي هم هابي هوم فرنتشر موجودين على شيف رود على 5100 شيف رود كمان تحياتنا لهابي هوم آه عباس يعني بتشتري عنده فينيشر بتضلك هابي على طول بتضلك مساعد بتضلك هابي <applause> ابدا ما عليك بتكسر بالفرج ولا بتغيره ايه ايه فخلينا أنا آه. في, بطوله دبي الدوليه للباسكت عم بتصير يعني. بدبي حاليا وكنت عم بحضر مباراه انت متابعه انا صراحه ما متابعه آه. انا كثير بحب الباسكت يعني لما كنا بلبنان آه. انا صار بالعكس لما كنا بلبنان كنا نحضر على طول باسكت بول قليل ما نحضر ساكر كنا م. نحضر يمكن نجمي رياض نجمي بأنصار هيك شيء لا بال بال بالساكر انه كنا ساكر نجمه ندر... وبرج أه. أه. هلا لما جينا على امريكا صرنا عم نحضر ساكر اكثر باسكت أه. 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 <applause> بس بطوله دبي الدوليه الحلو فيها انه في كثير فرق مشاركه فيها لبنانيه آه. في اسمع. لا في من فيه. تونس من لبنان في من سوريا في فريق منتخب الامارات عم يلعب معه فادي خطيب ما بعرف كيف ظابطه بس انه عم يلعب مع الامارات منتخب الامارات عم يلعب معه فادي وهو اللي خلاهم يربحوا على فريق بيروت اليوم اكشلي على منتخب الامارات منتخب الامارات عم يلعب معه ما بعرف اذا اسم الفريق هو منتخب الامارات ولا هو منتخب الامارات، ان شاء الله عم يحضرونا شاركونا بهيدا ما بعرف اذا نعم. اسم الفريق منتخب الامارات انا قريت منتخب, منتخب الامارات منتخب الامارات و... عم يلعب معهم فادي بس يمكن هو اسم بس فادي اسم آه اسم الفريق فادي بقيتها. الخطيب هو اعلن انه هيدي اخر بطوله له رح يعتزل، فادي الخطيب م. هو واحد من كبار اللاعبين الباسكتبول بلبنان فاكيد خساره للباسكتبول بلبنان انه فادي يعتزل آه لعبوا الرياضي اليوم ربحوا على فريق هوبس كمان لبناني فريق هوبس مباراة كتير حلوة وربحوا منتخب الإمارات ضد بيروت ربح منتخب الإمارات على بيروت بقيادة فادي الخطيب آه الرياضي رياضي صاروا ربحانين كل مبارياتهم فرق لبنانية عم بتقدم مستوى حلو في فرق من مصر في فرق من سوريا في فرق في من سوريا تونس دائما هي الفرق بس الحلو بهي البطولة هيدا السنة عباس المستوى متقارب كتير يعني عم تخلص المباراة فرق 1 بوينت فرق تو بوينتس يعني في اكثر من مباراه انا يسك. ما تبع ما صراحه في اكثر من مباراه بيكون الفريق ربحان لاخر ثانيه يعني اخر بعد في تو سكند مش هيك بيكون ربحان على نقطه بيربح هذاك الفريق فرق نقطه هي هيك شفناها نحن بنشوفها بالدوري الامريكاني منتخب الامارات عم بيقول احمد شكرا اكيد وانا هيلعب بساله انه ب... فادي عم يلعب مع منتخب الامارات ما بعرف كيف بس عم يلعب معهم بس بطوله كثير حلوه اكيد انا بشجع اللي بيحبوا يحضروا باسكتبول عم عم تنعرض على الام تي في على الفيسبوك فيكم تحضروها عم تنعرض على دبي سبورتس 2 كمان ففي كثير عم يعرضوا هيدي البطوله بطوله دبي الدوليه للباسكتبول هيدي النسخه 31 من هيدي البطوله بطولة كتير كتير حلوة اه تابعوها واكيد يعطونا في يعني ان شاء الله يعني متمنى يعني بنتمنى الفوز لفريق لبناني اذا إيه. في رياضي اذا بضل يكمل يعني على السحبه تبعه بيربحها اذا أمينية. الرياضي بضل مكمل على السحبه تبعه بيربحها هيدي السنه صراحه يعني, يعني انها بدش يصير في مثل ما صار ب مثل لك بدوره او بطوله الشباب تحت 23 مم. كاس اسيا مم. كان متوقع انه عمل لك سبع فرق عربيه اخذوها تايلاند اخذوها كوريا الجنوبيه كوريا الجنوبيه سوري فكوريا الجنوبيه هذا اللي كنا متوقعينه هي معموله بتايلاند سبع بأخدوها. من سايم. هي معمولي بتايمة من معموله بتايلاند كان آه في سبع فرق كان في السعوديه للاخير شيء ربحوا على اوزبكستان السعوديه اه أو يعني. واستراليا خسرت امام كوريا الجنوبيه طلعت المباراه النهائيه بين السعوديه وكوريا الجنوبيه وكوريا كانت مباراه كثير حلوه على فكره حلو. بحسها انه كدرجه اولى حلو. يعني حلو. انه المنتخب الوطني الاساسي هذا دليل انه كوريا الجنوبيه على فكره عندها تطور سريع رهيب اكيد كوريا الجنوبيه عم تعطي خامات يعني السعوديه كمان فريق آه لا يستهان فيه ابدا ابدا فريق حلو كثير لكن كانت صار في شويه تراجع بالمباراه اللي قدروا الكوريا الجنوبيه يسجلوا هدف واحد بس كان كفيل يعطيهم آه اللقب ويربحوا هذا اللقب لا تحت ال 23 سنه بنقول آه له الف مبروك لكوريا الجنوبيه ما بعرف تقول له اياها بالكوريا ولا <applause> باللبناني. خلينا نقولها باللبناني اكثر شيء بنقولها هونداي بتزبط معنا فالف مبروك لمنتخب كوريا انا بس عم تبع الكومنت تبع العالم 23 سنه فوزن على السعوديه واستراليا قدرت كمان غلبت اوزباكستان بالمباراه بالتلت... التالت رابع كمان واحد صفر هيدي بالنسبه للبطوله كتير منيح علي حيدر جاي على الرياضي بعد ما يخلص بالاردن كتير منيح خبر كتير حلو هيدا علي حيدر علي حيدر هو من اللعيب المهمين علي حيدر لعيب كان يلعب مع ميز. الرياضي وراح الاردن رجع رجع عليه حلو في اسماعيل احمد كان يلعب مع الرياضي كمان هلا بيلعب بي... عم بيلعب مع الاتحاد الاسكندري هلا ايه. راح على ايه. رجع على الاتحاد الاسكندري شفته حاطط فيديو هو المشكله م... عندنا هلا عباس مثل ما انت بتعرف ان ال... يعني كل الرياضه بلبنان حتى الاقتصاد اللبناني كله لبنان كله ملنمت. مشلول فالباسكت بول بلبنان واقف الفا كان على اساس هن سبونسر تبع صحيح. الدوري سحبوا السبونسر تبعهم الفا فتوقف الدوري تبع الباسكت بول ودوري الفوتبول بلبنان يعني دوري الساكر كره القدم كمان موقف بسبب انه الفرق ما عم يتفقوا على الفورما اللي بدهم اياها والنجمة اعلن اذا ما في سقوط ما بدي العب ما في سقوط يعني إيه فهل ما في دوري بلا يعني هلا عندنا عندنا وزيره جديده للرياضه بلبنان إيه. فان شاء الله على ايدها يعني تنحل إيه. الامور وترجع إيه. البطوله لانه حرام عم ينأذى عم ينأذى الرياضه بلبنان عم تنأذى ولازم لا حل الموضوع لا وكمان بطوله بدون ما ينزلوا الفرق على الدوري الثاني كمان بتصير كانه مش كانه مش عالم يعني عالي. بصير يعني في بصير في تزوير بالمباريات بصير يعني. في اعطاء بطوله لفريق انت يمكن ما بيكون متوقع انه يربح هيدي الامور لا ما بتزبط بعالم كره القدم انت عم تحكي فرق في بقلبها تنافس انا برايي التغى الدوري كله افضل او بيبني. يستكمل يستكمل بوقت استثنائي ليش ما بي بدول الاوروبيه بتصير لما بيكون في بطوله عالميه أي. على مستوى العالم بيصيروا يلعبوا مباريتين بالاسبوع نيبين. أربعة وسبت أربعة يعني أربعة وسبت او خميس واحد يمكن اذا بده يستكمل نادي الدوري اللبناني يعملوا كل اسبوع يعني كل جمعه مباريتين لازم يلاقي له حل لازم يلاقي له حل او يلتغى وتبقى النتائج على ما هي وخلص ما في بكون انه هذا الموسم بطوله وبيبقى على بيبقى العهد هو البطولة بيمثل يعني والوصيف هو بيمثل كمان هي لازم هي الموضوع يعني. بلبنان اللي, اللي ال... قالوا حل لانه بالطريقه اللي ماشيين نحن عليها بلبنان الرياضه بلبنان الى العدم بس الى العدم هلا الحكومه الف حكومه بالعمل جلسة مجلس النواب بعتقد نقر فيها الموازنة اليوم هو فضي نحكي سياسي نحن بس إن شاء الله يا رب تنحل هالأمور عنا تقرير نحن اللي بنعمل تقرير أسبوعي اللي بيعمله أحمد محمد هاشم تقرير سريع بيحكي عن أخبار الرياضة والأخبار الرياضية بالعراق ولبنان وسوريا ومصر وبالعالم كأجمع يعني فهذا تقرير شامل بظرف دقيقتين بيعطيكم كل المعلومات رح نلعب هيدا التقرير وخلوكم معنا بعد التقرير بنبلش نحكي عن الدوريات الأوروبية عن الليغا اه عن البريمير في تغيرات كثير حلوة فخلينا <applause> أه نروح لهيدا التقرير من اعداد احمد محمد هاشم وبنرجع بنكمل حلقتنا. منتخب <applause> كوريا الجنوبيه لقب كاساس تحت 23 عام بعد فوزه في المباراه النهائيه على المنتخب السعودي بينما محل المنتخب الاسترالي في المركز الثالث. قرر وزير شباب والرياضه العراقي التكفل بجميع التكاليف الماليه للفرق الخمسه المسحبه من الدوري العراقي وذلك بسبب الآلية الجديدة المستخدمة في استكمال الدوري. يشارك المنتخب اللبناني لكرة السلة في بطولة ودية تقام في الأردن بين السابع والخامس عشر من شباط المقبل مشاركة أربع منتخبات هي لبنان، السعودية، الأردن، والبحرين. تعاقد نادي الانصار مع المدرب العراقي عبد الوهاب ابو الهيل خلفا المدرب السوري نزار محروس كما تعاقد بنظام العار نهايه الموسم مع اللاعب عمر الكردي واللاعب احمد الحجازي وذلك في اطار استعدادات النادي الاخضر لخوض غمار بطوله كاس الاتحاد الاسيوي لكره القدم انطلقت بطولة فورتين لكرة القدم من تنظيم نادي العهد بمشاركة أربعة فرق العهد النجمة الساحل والبرج حيث أسفرت المباراة الأولى عن تعهد الساحل والعهد واحد واحد وفوز النجمة على البرج بنتيجة واحد سفر الفارو أودريوزولا لاعب لباري ميونخ بعقد إعارة نهاية الموسم يغيب بيل لمدة عشرة أيام عن الملاعب وذلك بسبب إصابة كانت قد تعرض لها وفاة نجم المنتخب الأمريكي لكرة السلة ونادي ليكرز كوبي براينت وابنته وذلك في حادث تحطم الهليكوبتر خاصة به فوق ولايات كاليفورنيا الأمريكية انطلقت بطولة دبي 31 لكرة السله التي تقام في مدينه دبي بمشاركه انديه الرياضي بيروت حامل اللقب هوبز وبيروت من لبنان وحقق حامل اللقب النادي الرياضي نتائج, نتائج مميزه حيث حقق ثلاث انتصارات من ثلاث مباريات ونادي بيروت حقق انتصار وهزيمه واحده من ونادي هوبس انتصارين وهزيمه واحده يذكر ان نشاط السله في لبنان متوقف منذ ثلاثه اشهر يدرس الاتحاد المصري لكرة القدم امكانيه تخ... استخدام الفار في المراحل الأخيرة من الدوري. أتلتيكو مدريد خارج كأس الملك إسبانيا، كما أجريت كرة الدوري المقبل حيث أسفرت عن مواجهة بين ريال مدريد وريال زارغوستا وليجانس وبرشلونة. أصبح ليبرون جيمس ثالث هداف في تاريخ الدوري الأمريكي لكرة السلة برصيد 33,644 نقطة. اعتلى ريال مدريد منفردا صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد فوزه على بلد من بنتيجة 1-0 مستفيدا من تعسر برشلونة أمام فالنسيا بنتيجة 2-0. فوز نابولي على يوفنتوس بنتيجة 2-1 في الدوري الإيطالي كرة القدم. أصبحت التونسية أنس جابر أول لاعبة عربية تدخل التاريخ بتأهلها ربع نهائي بطولات كرانش سلام. تأهل المنتخب المصري لكرة اليد لأولمبياد توكيو 2020. لاعب توتنهام الإنجليزي إريكسون في طريقه إلى إنتر من الإيطالي. <applause> اكيد عوده لكم بعد التقرير المميز من اكيد الزميل والصديق احمد محمد هاشيم يلي كمان سرد فيه كل تقريبا اخبار متنوعه حول العالم وحول اكيد الدوري المحلي. بدنا نرجع اكيد لنبلش بالدوري الفرنسي، الدوري الفرنسي مثل العاده يعني تقريبا كان في فرصه لمرساي انه يضل ملاحق باريس سان الا انه باريس سان جيرمان ربح ومرسي تعادل 0-0 وباريس سان جيرمان قدر يحقق ثلاث نقاط بالمرحله 21 من الدوري الفرنسي وبعده المتصدر اكيد باريس سان جيرمان ب 52 نقطه ومرسي ب 42 نقطه وتقريبا الفرق 10 نقاط وفي مباراه مؤجله لباريس سان جيرمان كيف ملاقي لاعب باريس سان جيرمان عباس باريس سان جيرمان خلص تقريبا مش حنقول انه ضمن الصداره مثله مثل ليفربول ليفربول ما ما في بالدوري الفرنسي صح بتلاقي بعض المفاجات بس ما بتلاقي انه ما في هالمنافسه الكبيره ما في فريق يعني عنده هال هالنجوم اللي عنده اياه باريس سان جيرمان يعني باريس سان جيرمان عنده نجوم مو يعني حتى اللي قاعدين برا بال 16 الاحتياط عم بيقولوا انه بدنا نفل على فرق ثاني نلعب عم عنده فريقين عنده فريقين عنده فريقين, يعني فريقين. يعني اكيد خلص شوية... عامل احتكار باريس سان جيرمان تقريبا عاملها الاحتكار احمد بيقول دوريات محليه تقام على امل عوده النشاط الرياضي في كره القدم محمد بيقول ركزوا على الدوري العراقي الدولي وخصوصا النادي الدولي ما بعرف اسم الفريق حسن بيقول هلا بالشباب وهلا بليفربول قصده نادي الجيش الدولي نادي الجيش برابلي حسن بيشجع ليفربول هلا استهدفك حسن حسن مستراح <applause> الله يوفقك صعب مين ما كان لا اكيد فيكم تكتبوا الكومنتس تبعكم والتعليق و... و... والفرق بتشجعوها و... وشو رايكم بالفرق تبعكم هل يا ترى انا كنت انا كنت حلبس لك اليوم بايرن ميونخ وريال مدريد <applause> اه والله؟ ايه كنت حلبس باير ميونخ وريال مدريد ليه؟ <applause> لننتقل للدوري لأ الدوري الالماني، الدوري الالماني مثل ما بتعرف انت لبزش بعده كان ماشي <applause> مظبوط وساحب بالمرحله الأكيد ال 19 افتتح دورتموند على فكره دورتموند وبايرن ميونخ لما فعلا لما بتقول انت انه فرق كبيره فرق بتعرف تتعامل مع المباريات بالمستقبل يعني بتتوقع من هود الفرق انه يمكن ببلشوا متاخرين بس بيرجعوا بيرجعوا بي... بصيروا يعني بي بالصداره 100% لانه <applause> عفوا اه عندن عندهم اه اه اول شيء عندهم استراتيجيه اللعب الفريق الكبير 100% وعندهم نجوم اه متميزه زائدا انه دائما الفرق الكبيره لما بتجيب لعيب لاعبين على الفريق بصير بدها شوي تتاقلم لحتى ناس بيحلوا محل ناس باير ميونخ مثل ما كلنا بنعرف انه كان مبلش وين كان مبلش خامس هلا باير ميونخ بعيد عن الصداره نقطه واحده بس مش اكثر بايرن ميونخ قلناها يمكن بهذيك الحلقه انه عم بيرجع لل بشكل سريع بشكل سريع, سريع, سريع يعني قلب دغري ما الفرق اللي كانت كبيره دغري لوينسكي شو كان عم شو كان عم بياكل شو كان عم يتروى ما بعرف كان زعلان هو حدا يمكن بالعائله <applause> ممكن وتصالح ممكن لانه ما في مباراه عم تمرق الا ما عم بيعرف بي... طريق الشباك وحتى يعني حتى الناس متفاجئه بمولر مظبوط يعني كمان عم بيقدر يسجل افتتحت الاكيد الدو المرحله 19 بفوز دورتموند على كولون خمسه كمان دورتموند ابدا ما بيكون فريق سهل عم يقدر يحقق انتصارات انتصارات وكثير بنتائج كثير عاليه مش مش بلادباخ من بعد ما خسر قدر يرجع يربح يرجع على سكه الانتصارات ويرجع يضل عنده حظوظ انه يضل مكمل بالتنافس على البطوله انت بتعرف جامعة الماضي خسر مش بلطباخ خسر فرانكفورت قدر يعمل مفاجاه ويعطي هديه لمش بلطباخ ولا ميونخ ولا دورتموند بغلب المتصدر لبزج خسر 2-0 واو هيدي كانت اول خساره تقريبا ل لبزج بايرن ميونخ ربح على مين على شالكي مم. شالكي يلي جمعه الماضي هذا هو حاله كمية الدوري عم تصير الدوريات يعني شالكي جمعه الماضي قدر تغلب على مين على باخ والله اليوم خسر خمسه من بايرن ميونخ ايه هلا كتبوا لنا اياها خربحو 5-0 بايرن صفر من بايرن باير ميونخ من, باير من شالكي شالكي اللي غلب المتصدر واو 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 فأ يعني حلو كانت المباريات كثير حلوه هالجمعه أكيد عم اكيد بيسالوك إيه. عم مهدي حيدر عم بيقول لك بايرن فريق كبير والدوري الالماني الى تحسن بعد غفول بعد صحيح صح فتره فتره إيه. على الدوري الالماني بتذكر بالثمانينات او باخر الثمانينات كان الدوري الالماني لما تقول انت هامبورغ باير ميونخ yeah. ميتش بلادباخ حتى بال باول حتى بال2000 بسنه 2000 ل 2000 كان الدوري الالماني دائما كنا نحضره yeah. حتى إن يكون في تقارير عنه لكن هو اللي لعب دور كثير كبير عباس اذا بتسمح لي اقطعك هون هو تفضل. الاعلام بينك سبورت طبعاً. ركزوا كثير على الدوري الانجليزي, الإنجليزي على الدوري الاسباني هلا عم بيحاولوا هيك يعملوا مثل بوش للدوري الفرنسي وهيك يعملوا يبنوا هودي الكلاسيكوز مثل كيف عملوا أيه. فور ريال مدريد برشلونه مثل كيف عملوا فور اكزامبل الديربي هلا عم منطقه دربي منطقة, منطقة, منطقه لندن ديربي منطقه شرقي ما بعرف وين هلا عم بيحاولوا يشتغلوا بنفس الاستراتيجيه على الدوري الفرنسي لانه اغلب الفرق بالدوري الفرنسي صار بيملكها يعني كلهم خلجان قطريه يعني قطريه كيف مثل بيملك فريق باريس سان جيرمان هو اللي بيملك قناه بينك سبورت يعني فالدوري الالماني شوي انشال الغطاء الاعلامي عنه شوي هلا بلشوا شوي شوي يرجعوا عليه بعتقد اذا بينزل حسب شوي حسب الشركات شركات, اللي 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 شركات الدعم كمان وحتى الاتحاد يه. عم بيضرب امرار مبالغ عاليه بين سبورت بيشوف وين نسبه المشاهد الاكثر اكثر 100% يجيب منه اعلانات او نسبه مشاهده لل 100% مثل ما قالوا الدوري الالماني خفت شوي مع العلم انه المانيا باخر فتره يعني حققت ال كاس العالم بال 14 ايه 14؟ ال 14 لا في الـ 14 امبلا اي شو. يا yeah, كاس العالم آه المانيا <applause> ربحوا كاس عالم ب 14 الجماعه انقذونا قبل كاب بال 14 طب كمل انت نشوف بعد منا بعد منا اخذوها فرنسا, فرنسا اخذوا, أخذوا. وورلد كاب وينر 2018 ايه قبل منهم كانت الالمان هلا بنشوف لك هلا متاكد لك ما بعتقد بس فكيف كيف بتعتقد شو المانيا ولو ما خربنا الدنيا على شو نسيت هلا بنشوف لك يلا ايه قبل قبل فرنسا ايه والله معك حق جرماني ربحوا على على شو ولو على على ارجنتين ايه آه البرنامج حلو عم بيقول عبد الغني سميه السلام البرنامج حلو بس لو بتنزلوا فيديوهات لكل دوري مع الاهداف والله يا ريت يا عبد الغني لا لأن... مش لا <applause> مش لا مش هيك بس لانه في كوبي رايتس للفيديوهات ممنوعه فما بدك يانا يشتكوا علينا ويوقف البرنامج <applause> نوقف احنا كمان شو بدك <applause> فخلي هالبرنامج عم نحاول ناخد افكار خلينا هالأول الأول تقريبا في طريقه بعتقد بكره بقول له اياها لعسل انه بيقدر ياخذ في ناين سكندز او شي في قانون آه. لا بس نحن بنحاول نضل قد ما فينا ضمن القانون لحتى نكمل نامن استمراريه هذا البرنامج لانه مثل ما عم تحكي في كثير عالم بيتابعوا هيدا البرنامج وبيعتمدوا على هيدا البرنامج ليحصلوا على الاخبار الرياضيه تبعهم فما بدنا نوقفه البرنامج <applause> <applause> من ورا من ورا حقوق ملكيه يعني بس شكرا على الفيدباك تبعك وشكرا على متابعتك للبرنامج علي حمود عم يسالك كابتن عباس شو قصة نادر مطر؟ شو قصته نادر مطر؟ نادر مطر انا ما عرفت احمد اذا عم تحضرنا شو أنا ما... انقذنا شو قصة نادر مطر؟ شو نادر مطر يعني شو عمل عمل له شو شغلة؟ أنا <applause> ما ما نادر عم بيلعب مع النجمة مش هيك؟ نحن لقل لبست له شغلة صغيرة مين اللي سأل السؤال؟ <applause> علي حمود تحيل أكيد علي حمود تحية لك تحية لعلي أكيد إيه تحية لك قصة, قصة قصة نادر مطر نحن من بعد ما توقف الدوري اللبناني صراحة بعش تبعنا صار في شح بالاخبار صار في شح بالاخبار يعني بعش تبعنا يعني, يعني الدوري رح يبلش مش رح يبلش يعني يعني, يعني يعني عفوا بعش تبعنا اللاعبين شو عم يعملوا الفرق شو عم تعمل كيف عم تتحضر صار في انه لا عم نركز على الدوريات الاوروبيه اللي بعدها ناشطه بعدها ناشطه وشغاله فمشان هيك بعتذر منك انا اذا ما عناش يعني شيء عن نادر ان شاء الله بنسالك يعني هلا اذا بس... حدا تاني عم بيتابع الحلقه بس ما من... بعرف شو رجع شو هي شو قصته نادر لحتى نعرف بس شو هو الموضوع يا علي يعني بعد اذنك علي اكيد كمان علي شاب بيلعب فوتبول هون كمان بالجاليه وشاب على طول متابعنا زينه بتقول ما تبلى هالكنزه مع انه هي برشلونيه هيدي اختي هي اختك بدنا نعدمها ما بيأثر <applause> شكرا لها هي إيه وبرشلونية إيه هي وجوزها ما بعرف كيف يعني بس كيف يعني معك العائله كلها عندك برشلونه؟ لا مش كلهم الاكثريه انا اولادك بيحضروا ساكر بس كلنا المان اولادك بيحضروا ساكر؟ ايه شو مع مين هن؟ ب ب ب ب ريال مدريد ولا برشلونه؟ عندك واحد برجل تردد شوي تردد شوي تردد شوي عم يعدل عم يعدل عم عدل <applause> عم عدل بس لا نحن كنا بالبيت على فكره المنتخب الالماني كنا كنا منتخب الماني بالبيت حتى في صوره نزلوا اياها مره على برنامج لهشام حداد أيه. انه كل عائلتي لابسين المانيا كنا كنا لابسين المانيا انا الحلو ف... ب... حلو باللايف تبعنا الشباب اللي عم بيحضروا دائما بيجاوبوا على السؤال التانيين انا بتشكركم انا طلبت منكم ودغري جاوبتوا جي... جي... ايهاب بيقول نادر مطر اصبح حر الانتقال ومحمد روماني بيقول نادر صار لاعب ايهاب لا إيهاب. حر. ايهاب بس صديق العمر ايهاب صديق والله. المدرسه حلو ايه يا صديق المدرسه بدي له تحيه اكيد واكيد هو بالسلك لا بنبل <applause> <applause> اكيد <تصفيق> شكرا لكل اللي عم بيتابعوا واللي عم يكتبوا كومنتس بعد عدم التزام نادي النجمة دفع مستحقاتهم من ثلاث اشهر هيدي مشكله بعتقد عم بيواجهها كل الفرق اللبنانيه <applause> حتى الفرق. نادي العهد يعني لما كان معنا احمد ولما حكينا مع يعني حتى نادي العهد يعني اعطي قرار يعني كل الانديه بلبنان بشكل عام ما في ما في اموال ما عاطين ما قرار للاعيبتهم بده يفل يفل صراحه يعني هادي ما بعرف اذا سمعتوها قبل بالاعلام ما ولا ما لا آه بس على فكره آه وفل احمد ما آه بعرف اذا على سبيل الاعاره او مهدي خليل لا العكاشي عكاشي جاب ثلاث جوال مزبوط 100% جاب ثلاث مع فريقه هذه معلومه بس نعطيكم اياها كل الفرق اللبنانيه نحن تواصلنا مع اغلب الفرق اللبنانيه واللعيبه اللي بيلعبوا في قرار من الاداره مبلغين اللعيبه انه اللي يفل في فل يعني ما حتى لو في يعني عقد ولا ما في عقد اللي يفل في فل لانه المصاري ما في تحب بلبنان صراحه للاسف الشديد فان يعني شاء الله ان شاء الله بتتحسن الامور و... مش بس مع النجمه مع العهد مع كل الفرق فشل الانصاري يعني عم يشتري انا بدي اقول شغله لبنان دائما معودين نحن عليه بيقوم من الازمات إن شاء الله. يعني بيوقع بس ما بيموت بيرجع دائما بعيش وبيرجع بيجدد كل يمكن نشاطاته وان شاء الله يعني اللي مرق على لبنان مش حيكون أص... يعني اهون من اللي عم يمرق هلا او اصعب من اللي عم يمرق هلا مرقنا بظروف اصعب من هيك وقدر لبنان يرجع ي... يكون بالسكه الصحيحه ويرجع يبني كره قدم ويبني منتخب يبني. وان شاء الله، هلا نيجي لل دوري الايطالي انا صار لي زمان مش حضران دوري الايطالي دوري الايطالي صار لي زمان مش حضران ايطاليا امبارح امبارح وين امبارح كنت بنفس الوقت فيك عم يلعب جوفنتوس جوفنتوس وعم يلعب ريال, ريال مدريد, مدريد. وعم يلعب بي اس جي ثلاثتهم تقريبا بنفس الوقت بس لحقتش سبع دقائق باول مباراة سبع دقائق باخر مباراه كان في ايه كان جوفنتوس كان عم يلعبوا ضد نابولي نابولي مم. مركز 14 15 مظبوط نابولي ايه مش هيك لا تامن تا يمكن نعم بلا نزل نزل نابولي انشيلوتي فال جابوا محله كاتوتزو ايه والفريق لا يعني مستوى تبعه متدهور فاهمين كيف هلا ف... نابولي كان عم يلعب مع شو اسمه؟ مع مع جوفنتوس مع جوفنتوس ايه ها. هيدي أول مرة كان رونالدو بحياته بالكروية كلها ولا مرة مفوت جول على ملعب نابولي، فوت جول على ملعب نابولي بدقيقة 90 بس خسر فريق جوفنتوس 2-1 هلا هي كانت المفاجأة انه مفاجأة فطالت... كثير كبيرة هي مش شوي بس كمان استفاد جوفنتوس من تعادل انتر أنتر بس مست... بس ما استفادوا الانتر ميلان الانتر ميلان ما بعرف شو عم يصير ماون يعني. صراحة يعني فريق عم يخسر نقاط وعم يخسر مباريات وعم يتعادل مباريات كان ساحب يعني كان ساحب وعم يخسر مباريات مع فرق متوسطة جدا <applause> يعني وحتى بآخر الترتيب تعادل الأنتر بأول نهار أول شيء بدي لك شغلة صغيرة كمان ما تنسى أنه من بعد عودة إبراهوم. إبراهيم 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 ميلان لآي سي ميلان بلش إي سي ميلان, سي ميلان. سي ميلان. يرجع يبلش على السكه المزبوطة نروح ويعيد ويعيد صار ثلاث مباريات ورا بعضهم او يمكن اربع مباريات ورا بعضهم وماشي حالهم بلشوا بيتقدموا بس يمكن ما بعرف اذا حنلحق ما بعتقد انه حن حنلحق احمد ليش إيه مدرب جوفنتوس سعيد بالخساره امام نابولي ما بعرف م. شو السبب ليش عم بيقول احمد مدرب جوفنتوس سعيد بالخساره امام نابولي شو السبب ما بعرف اذا اللعيبه شوي صاروا اوفر يعني كونفيدنس يعني معقول ايه عنده صار المباريات مع انه عادية. انا عجبني التشكيله اللي عم يلعب فيها لانه كان اذا مذكر عباس كان يلعب رونالدو فور اكزامبل قدام يحط ديبالا تبديل ويفوت ديبالا بدقيقه 60 او 70 نابولي ايه بس هلا صار عم بفوت ديبالا من اول المباراه ديبالا لعيب كتير حلو خامته حلوه انا عم عجبتني التشكيل تبعه يعني عم بيلعب ما بعرف ايش عم بيلعبوا كان عم بيلعب هيجوين عم بيلعب ديبالا وعم بيلعب رونالدو وتشكيلته حلوه صراحه مش كايش كايش شو, السبب. دي بالا شو مش كيف عم ديبالا شو مش الاشكال اللي كان فيه يعني ما بعرف شو السبب انا ما تبعت القصه انا على بتصير مشاكل بين بين المدرب واللعيب او اب بتصير مشاكل بين اللعيب واللعيب فمي كيف ديبالا اول ما اجى رونالدو مش دغري تاقلم هو رونالدو على كل أن ببدايه المرحله تقريبا ال21 ميلان قدر يربح على بريسكيا 1-0 اتلانتا عم يبلش يرجع يفوت كمان على يرجع يعمل الفرق وفعلا من بعد ما كان يمكن مرتب سابعه اتلانتا رجع لها على مرتب المرتب المرتبه الخامسه حلو قدر ربح سبعه على تورينو كانوا سحبين منيح باول الدوري بأول الدوري كان ما هني كان كان هن كان كانوا هن الاول اتلانتا وشو اسمه كان بالاول وغوما ونابولي يا. وهولي ببر ما ما قلت دائما الفرق الكبيره بتبين بالمواقف مظبوط يعني بيكون نفسها طويل نفسها طويل بيكون نفسه نفسها طويل, طويل امكانيات تتقدر تتعامل مع كل مباراه آه، قتل اتلانتا ربح سبعه الانتر آه، تعادل مع جلي... كالياري كالياري يعني ببر ساعه فوق ساعه تحت مفاجاه ما الدوري. في ما في ثبات ما في ثبات عند كالياري ما في ثبات آه، بس كانت المباراه الاجمل هي روما ولاتيو حلو روما ولاد يو كان در دربي يعني بيقولوا له دربي العاصمي حلو اذا بتشوف المشهد ملعب الفوتبول كيف كان انا كنت بحضر المباراه شوي يهو. صغيره منها حضرت تقريبا مباراه كتير حلوه فيها هجمه من هون هجمه من هون ولكن المستغرب انه كيف اكلوا جول روما انت ما شفت الطابي لا ما حضرتها حضرت بلا يعني. ما تشوفها والله طابي طالع على برا طابي برات الملعب اوكي بيقوم يطلع الحارس بيضربها بايده ليجيبها لجوا اف! ايه بيضربها بيضربها بايده بي بتدق براس الدفاع بتدق بالعرضة بتنزل قدام لعيب لازم يحطها بالجول جول عجيب غريب عم بقول لك هذه غلطه لا تغتفر لحارس روما واو قليله يمكن بعتقد لازيو اللي خص اللي لا روما اللي غلط روما حضرت على كل حضرت جول فات بيبوفون بالكاس الايطاليا هني كانوا عم يلعبوا على فكره كان في كاس ايطاليا وكاس انت بعت له لكاس ايطاليا كيف فات فيه الجول لبوفون خبطت بالعارضه فوق نزلت عليه خبطت فيه وفات بالجول لجوا هذا يا مجوز انا لا ركزت اكثر على هو 5 1 بعتقد جوفنتوس اذا الكاس الكاس تقريبا الكاس انا ما شفتها كتير كثير بعد هلا بالمراحل بالمراحل الاوليه بعد بالمراحل الاوليه منه هالكل قد انا بيهمني الدوري لانه الدوري بيكون في تنافس اكثر عليه بيكون في كل الفرق امرار بتحط يعني كي... فيش إلا الفرق الكبيره بتركز على مثلا على الدوري اذا بدها تجيب كاس او بطوله مزبوط. لانه اسمه بطوله ميبلي. في بعض الفرق حسين بقول لك بس بالكاس انا ما عندي هال مثل ليفربول هلا جمد حالي على ليفربول الطريقه اللي عم بيلعب فيها هلا ليفربول عم بيلعب بالفريق الثاني بال بالاف اي كاب وعم بيلعب بالفريق الاول بالتشامبيونز ليج وبالبريمير ليج مع العلم انه مع العلم انه بالدوري الانجليزي اللي هلا حنحكي عليه آه... تقريبا صار الفرق 16 نقطه مضبوط 16 نقطه في مباراه مؤجله هلا بتلعب الاربعه هلا هالجمعة رح يلعبوها هي المباراه المؤجله تبع ليفربول ايه بس وصلوا ل 71 نقطة ليفربول بعتقد خلص حسم الدوري يعني بيش بطريقة لا لا, لا يعني خلص هو تقريبا الكل اللي عم بيقولوا اساسا بعد في للدوري بعتقد يعني خلص يعني 39 يعني بعد في 15 مرحلة تعلموا درسهم من هذيك السنة انه ما يعني لانه هذيك السنة مزكرة كان فرق تسع نقط اذا مش اكثر رجعوا خسروا الدوري على فرق نقطة يعني بعتقد تعلموا درسهم ليفربول هذيك المرة شو 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 الترتيب بايطاليا بايطاليا بعده جوفنتوس متصدر ب جوفنتوس متصدر ب 51 نقطه بعيد عن الانتر ب 4 3 نقط بس 3 نقط ان كان فرق 4 نقط انك خسروا وتعادل تيرميلان صار فرق 3 نقط هو كانوا نفس النقط من yeah. بعد ما هي هي اللي زي انه صار عم صار الدوري الايطالي يعني بعشت يعني جوفانتوس صار عليه خطر حلو حلو في الدوري الايطالي لانه كان مسيطر جوفانتوس كان مسيطر جوفانتوس يعني هلا مش يعني انا مسيطر. كنت بديش احضر الدوري الايطالي هالسنين لانه خلص بده فيه لانه جوفانتوس خلص عم يلبح كل سنه بس الحلو انتر ميلان فات على المنافسه نابولي كانوا عم يلعبوا حلو بالاول هلا شوي رجعوا مع يعني حتى يعني حتى روما آه روما عم يلعبوا اتلانتا كلهم بتيري 8 مي بوينت يعني لا مي في 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 ب 39 نقطه بعيدين يعني عن 51 تقريبا 11 نقطه يعني ثلاث مباريات بيكونوا حد منه ل جوفنتوس لاتزيو اكيد ب 46 وروما ب 39 واتلانتا ب 39 كثير حلو كثير حلو الدوري دور الايطالي بلش, بلش يعني يتحسن شوي يتحسن وكان في ناس كثير عم تقول انه بعده بعده الملك بعده ملك بعده ملك صراحه ب 34 سنه عم بكل مباراه عم يسجل هدف 100% <applause> معناتها هذا لعيب مش عادي مثل ما قلت انا باول المباراه باول الحلقه كان, كان رونالدو بعد لحد هلا مش مفوت مع كانه مع الريال ولا مع جوفنتوس ولا مره اخذ جول بنابولي على ارض نابولي على ارض نابولي بهذا الاستاد مثل الستيجيوم. محمد صلاح بمانشستر يونايتد بمانشستر يونايتد عشان هيك احتفل كثير وقت محمد ما بعرف اذا رونالدو احتفل ما انتبهت عنه انا لهيدا الو... هلا شلح هذا ما شلح منيح ما شلح هذا بس اكيد مبروك مثل ما اساسا هذا عنده عنده يعني عنده ست هي. ست, سيس ست سيس باك. سيس باك مش مثلنا ون باك ايه ون باك ونحن بدنا نروح على الدوري الانجليزي الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي يلي بلش تقريبا مش انه مش انه يحلو هو اساسا حلو هو حلو الدوري الانجليزي وصار اوريدي خلص شو اسمه بس اللي عم بيصير بالدوري الانجليزي كتير ناس عم بتقدم شكاوي وعم يعني عندها استياء كثير من, من الفار. الفار من الفار ايه من الفار على الفار حتى باسبانيا اذا ملاحظ حطينا صوره هذيك الجمعه نحن الجمهور حاطط يعني ارمات, يعني آرمات. حاطط ساينات قايل نحن فار از كيلينج ذا جيم يعني عم بيقتل اللعبه ايه بس بي بي بمكان ما كمان آه عم بيقولوا ناس انه الفار عم يعطي حق للفرق لل في ناس يعني في دوريات انظلمت 100% وفي بطولات اللي انظلمت مثلا من ورا بس عم يقتل عم حلاوه اللعبه صراحه هلا هو عم يقتلها اذا ملاحظ يعني م... انت ريال مدريد حضرنا لهم مباراه لا ايه يعني لغول جول ريال مدريد عشان كوعه كوعه هالقد يعني هالقد شفت الكرسي وكوعه هالقد واحتفلنا وكل شيء وعيطنا ايه. وصرخنا وقمنا م... على الطاوله وما بعرف شو بعد ايه. شوي على قلنا مياه المي على بالدوري الانجليزي بلش اكيد بالمرحله ال 24 بعد له 15 مرحله بيكون خالص على مظبوط ل 39 مرحله بيكون خالص المان سيتي قدر ربح على شيفز يونايتد الارسنال تعادل هو وتشيلسي حلو 2 2 ليستر سيتي ربح على وسط مع يعني تشيلسي عم بيقدم مستوى حلو من وقت ما اجى لامبارد مدرب له وارسنال رجع مستواهم تحسن الحمد لله بعد ما راحت صيبت العين عنهم عنهم إيه ايه. بس رجعوا تعادلوا مرتين ايه, ايه. <تصفيق> <تصفيق> توتنهام <applause> اكيد ربح 2-0 على نورش سيتي وكانت المفاجاه كمان خساره مانشستر يونايتد ايه عم هودي 0 هودي بال بالدوري. بالدوري ولا بالاف اي كاب بالاف اي كاب ربحوا سته ربحوا سته ربح فريق مبشتة. درجه ثانيه مزبوط إيه. بس بالدوري خسر من برانتلي خسر 2-0 وكانت مفاجاه فعلا وعلى ارضه لمانشستر واو آه ما بعرف هالفريق كيف شو عم يصير معه صراحه يعني نحن بنحب الشياطين الحمر بس صايرين يعني صايرين مش المبارف. ماشي حالهم صايرين ابليس حمر ما بعرف ما صايرين مش مش ماشي مش ماشي حالهم مش حالن. ماشي حالهم واكيد المباراه كانت الاجمل اللي هي مانشستر شو اسمه ريفر بول مزبوط مزبوط يعني هودي الذئاب اللي معروفين الند لريفر بول ما بيسلموا هيك ما بيسلموا ابدا المباراه كانت كثير حلوه أه قدرنا يا ليفربول ب 2-1 يعني ب يعني بداية الأخيرة حلو إيه وعلى فكرة لغولهم كمان جول لوفز لغولهم جول ليفر ل ليفربول بالكأس حلو. تعادل 2-2 بس كان عم يلعب بالتشكيلة الثانية كان عم يلعب بالرديف بال, بال التاني بالفريق الثاني كان عم يلعب تعادلوا 2-2 مانشستر سيتي ربحوا مانشستر يونايتد ربحوا مثل ما قلت انت 6-0 مانشستر يونايتد وليستر سيتي خلصوا الشوط الاول ب 5-0 ربحوا بس مانشستر يونايتد في مانشستر سيتي, سيتي، مانشستر يونايتد رح يلعبوا نهار الاربعاء اكشلي الاربعاء اياب اياب مش الدوري اياب شيء ثاني ان شاء الله اذا حد عم يحضرنا قولوا لنا اياب شو في مانشستر سيتي مانشستر يونايتد رح يلعبوا نهار الاربعاء كان ربحان مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد 3-1 في هلا بالذهاب هلا الاياب بيلعبوا نهار الاربعاء شو بدك نهار الاربعاء؟ ايه مانشستر اه سيتي ضد مانشستر يونايتد بس مش دوري اه على الأكيد اه مش دوري. في عندك في عندك بالكيس حيلعب لا قصدك المانيوشي بالـ اي اف ال اي اف ال؟ اي اف ال كاب شو هو هذا الكاب؟ اللي اي اف انجلش اي اف ال أساساً بالمانيا بانجلترا عفوا كاس الملك كاس حصان الملك <تصفيق> كاس <applause> مطبخ الملك <applause> <applause> ما بعرف يعني كل جمعه عندهم كاس صراحه بطوله الاربعاء هي الاي اف ال اللي هي إيه إيه موجوده مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي مانشستر سيتي نهار الاربعاء واكيد بنفس النهار كمان حيلعب ريال مدريد وريال ساراغوسا حلو هذه بالكوبا دي لاري كوبا دي لاري بكاس اسبانيا يعني وباريس سان جيرمان حيلعب مع فريق ليفربول حيلعب مع ويست هام نايس إيه، هيدي هيدي المباراة المؤجلة هيدي المؤجلة, هيدي المباراة من, المباراة المؤجلة. من المرحلة 18 100% إيه هيدي هي إيه. شو طيب. شو الترتيب؟ الترتيب اكيد مانشستر ريفر بول ب 67 نقطة حلو مبياعدين المان سيتي ب 51 نقطة ريستر سيتي ب 4 في فرق 16 نقطة بين في أو فرق 16 والتانة. نقطة وبعد في ثلاث قلت لك بعد في الاربع رح يلعبوا مباراة نقطة رح يلعبوا بعتقد ما منه هالفريق يعني لا بس بوست بب... ب... 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 هام بب... يعني عم بيقدم نتائج اوقات عباس يعني عم بيقدم كمان بنفس الوقت يعني ليك داك... انت دائما لما بتلعب مع اول فريق الفريق بيكون مركز اول دائما اللعيبه بتحاول انه تقدم بتحاول تطلع اكثر عندها. بس هام هيك يعني خسران اربعه yeah. يعني الجمعه خسران اربعه وست ما بتعرف يعني, yeah, يعني, يعني, يعني... كيف بتتغير اللعبه وكيف بيصير ايه عم لك شو اسمه احمد دوري, دوري رابطة, رابط الانجليزيه كل ما عم لك رابطه الانديه ورابطه المحترفين ورابطه ال... كل جمعه عنده الرابطه الله وكيلك <applause> يعملوا رابطه للصور وينزلوا دمو... يعملوا كاس كيس اكيد وكمان آه... تشيلسي ب 40 نقطه حلو يعني, يعني من اربع مراكز عندنا ليفربول اول عندنا ليفربول مانشستر سيتي سيتي والليستر سيتي اه ليستر سيتي ثلاثه بيرجع آه حلو حلو هودي هني هلا هل نيجي للدوري هو المنافس الثاني اللي بتصير هون وتشوف كمان منافسه حلوه هي منافسه الهداف الدوري ما في كمان مش بس هداف الدوري ما كمان في في عندك المشاركه بالشامبيون ليج ايه على عشان العقل. هيك سالتك من اربع اول اربع ايه فرق لانه هول بيشاركوا في التقلبات هيدي بي. بيحاول انه كمان يعمل وصيف يعمل ثالث يعمل رابع ليفوت بكاس ليجا ايرو ليجا وشامبيون ليجز يعني هودي كمان بيخانقوا عليهم كأس مش هيني هلا لنيجي للمرحله اكيد المرحله 21 بس انت لاحظ كل الفرق المتصدره خسرت مزبوط يعني لابزش خسر او خسرت او تعادلت لا لا خسر لابزش خسر ضل <applause> بس ضل متصدر لانه فرق نقطه عن بايرن ميونخ جوفنتوس خسر ضل متصدر مزبوط فرق نقطه ثلاث نقط عن الانتر برشلونه خسر برشلونه خسر صار فرق ثلاث نقط عننا عننا أوك. فرق نقطه فريق ثلاث نقط نقطة, نقطة. ما لأنه تعادلنا نحن ولا ربحنا رجعنا وين تعادلنا؟ شو اللي ربحنا؟, ربحنا, ربحنا, زي ربحنا, زي ربحنا اه مضبوط امبارح ربحنا فوت جول ناتشو عف عفوا اعزينا المتابعين <applause> حسام من امبارح لما كنت ما كمل المباراة نمت بقلبها للمباراة بس حضرت اخر إيه. لأنه كان بتزهق صراحة مباراة ما كانتش بأول ايه بأول واحد يحكي ضميره مباراة طيب امبارح كانت مباراة فاشلة هلا هي أول شيء بالمرحلة 21 كانت افتتحت أكيد ب. بكذا مباراه بس خليني اعطيكم افتتحت يعني بعد منا بالماتش اللي نحن كنا منتظرينه اكيد برشلونه برشلونه فالنسيا ايه حلو كثير كان مباراه لغولون جول فالنسيا او معطوهم بلانتي باول شوط معطوهم لغولون جول لغولون جول, على الفار لا ضيعوا بلانتي مم. اضاع بلانتي اه والله ايه اضاعوا بلانتي هو ذاته اللعيب اللي رجع جاب جول الثاني كنا كنا مبسوطين اكيد انه كان في مباراه كثير مهمه بين فالنسيا وبرشلونه وقدر فالنسيا الحمد لله بفضل الله وحمده يغلب برشلونه ويزيح لنا اياه شوي من على الصداره هلا كل الانظار كانت متجهه لريال مدريد لانه دائما مع خساره برشلونه بيخسر ريال مدريد بيخسر ريال مدريد <applause> بيتعادل برشلونه معلقين مصارينهم ببعض يمكن هذا النحس اللي راكب برشلونه جاي لعنا على على هلا برشلونه بس لنحكي شوي عن برشلونه شوي عن ايه. برشلونه مثل ما بتعرفوا تغيروا المدرب تغير المدرب, غير المدرب. الوقت بعيد عم بمر بمرحله انتقاليه شوي برشلونه فمستواهم يعني بدكم تعطون شويه وقت للجماعه بس بشكل عام برشلونه بس كيف يعني, إذا يعني كيف يعني اذا اجى المدرب يعني شو حي شو حيغير اذا ما في سيستم لعب لا بياخد هني وقت, بياخد وقت. ببعض اللعيبه هن زيتون بس لا بس وقت. يعني, يعني ستايل انت من مدرب لمدرب بيختلف يعني ايه بي... اوكي بس ما ببين باول مباراه يعني هن هن برشلونه صارن يمكن مع غياب المدرب يمكن كانوا معودين عليه لفيرفيردي شوية ضعضعت نفسيتهم لأنه إذا تطلع بآخر ثلاث مباريات برشلونة يعني تعادل تعادل بآخر ساخ. وقت بالدرب وربح بال... وحدة لا تعادل بيعمل لك بال... بالدوري مع المدرب رجع مجدد. رجع ربح 2 1 بالقوة بالدقيقة 95 مزبوط. على فريق درجة ثانية بالكاس وخسر بالدل بالمباراة الثالثة يعني كانت مبين البوادر انه برشلونة حيصل وبشكل بشكل عام برشلونة عندك أكثر من شغلة أكثر من شغلة عندك ميسي هل ميسي بيومه ولا مش بيومه هذه شغلة أول شغلة عندك جودي ألبا فهمي كيف جودي ألبا من أفضل ظهير هلا كانوا في عم بيعملوا عم كانوا يرجع كانت الانتقادات كلها على راكيتيتش ايه؟ انه كان عم يحكي على التليفون اه والله هي كان قاعد على الاحتياط وبش مركز بمباراة ركتيش دايما عم ينتقدوه تتذكر لما عم كانوا هلا كانوا كان عم بيقولوا انه كيف المدرب لما, رجل... لما برشلونه خسروا ضد ليفربول هذيك السنه بالنصف نهائي كان اه. هو بنفس النهار طلعوا طلعوا وكان بالكلب او شيء كمان انتقدوه وقتها طلبوا انه يزعبوه من النادي او شيء هيك فعلاقته علاقته بالجمهور كيف علاقه بال بجمهور ريال, ريال مدريد؟ نفس الشيء ركتيش هلا عم بيقولوا بال يمكن محتمل يرجع يو أيوه. يعاد الى انا كنت عم بسال عن بال عم بقول لهم وين بال مش عم بيلعب قالوا لي انصاب قلت لهم شو هذا بيجي بيلعب مباراه بركي عم يعملها قصاده يا اخي هلا لا اللي كم لعيب مصاب بريال مدريد في هازار في بال كان بنزي ما مصاب رجع ورجع وفي عندك كرنخ كرنخال, كرنخال, كرنخال كرنخال هلا انصاب كمان يعني من احلى اللعيبه يعني هذا لعيب بيعتمد بينه. عليه كتير. بيعتمد عليه كتير آه فكان في انتقاد كثير على راكيتيتش انه عم يستعمل التليفون وعم يحكي على التليفون انه كيف مسموح للعيب درجه اولى بهالمستوى بقلب نادي ومعه تليفونه حتى بالاحتياط ممنوع وكان عم بيش مركز بالمباراه يعني حتى لما نزل ما كان عم يعطي الاداء المرتب فيلا في مبروك لبرشلونه الخساره آه اشبيليا كمان قدر ربح على جرناطه واتلتيكو كمان المفاجأة اتلتيكو كل ما يقرب خطوة عم يرجع ثلاث ثلاثة لورا لو مضبوط تعادل تعادل إيه 0 صفر صفر مع لاجنس يا لاجنس أكيد هذا إيه فريق المفاجآت يعني ساعة بيغلب ريال مدريد، ساعة بيتعادل مع برشلونة، ساعة بيتعادل مع اتلتيكو مدريد وريال مدريد اللي كان عم يلعب مع بلد الوليد يلي كان كل الأنظار متجهة نحو ريال مدريد هل سيعيد الصدارة هل سيفوز وإلى ما هنالك وخاصة أنه عم يلعب على أرض بلد الوليد وهذيك السنة تقريبا بلد الوليد خسر أربع واحد من ريال مدريد يعني مش أنه فريق ما بنقدر نربح عليه حاصله لا بس قدم مستواه كان عم يلعب دفاع كان عم يلعب حلو أيه. لا لا عم يلعب دفاعهم قوي عم في ارتباط في عم بيلعبوا عم يلعبوا على ارضهم الريال مدريد كان شوي فايت على المباراه يعني بده يعني عنده حافز بثلاثه مظبوط اول شيء ما بده يفقد يبعد عن يخسر فرصة يعني فرصه انه انه فرصه له ما بده ما بده يخسر حتى ما يصير يرجع نفس النقط وبرشلونه ويضل التنافس يعني عنده ثلاث نقط ادفانس احسن من من لا شيء مظبوط هي أيوة وحده، ثاني شغله ما بده يستهتر بالمباراه يعني بده ياخذ المباراه يجيب ثلاث نقط كمان ليبعد عنا ثالث شغله كمان عنده اصابات وعم يلعب على ارض بلد الوليد يعني مزبوط. ما بدو يعني حسبها من كل الميلات كانت المباراه الاولانيه ببداياتها كثير هيك يعني باول شوط أنا عم بقول لك أنا والله أنا نمت ما كان على آه ما كان يعني ما بعرف إذا كانوا يمكن فريق الخصم كانوا كلهم يلعبوا دفاع إيه. يعني ما تنسى كانوا يلعبوا دفاع مش بس قصة هيك كمان ما في تركيز من ريال مدريد الباسات اللي كانوا عم يلعبوها التمريريات عم يلعبوها غلط عم تلعب يعني غلط يعني عم تلعب غلط بسرعة. بالرفعات مش عم تنرفع مظبوط هذا دليل الفريق إنه كان عندهم كان... نيرفز يعني عندهم آه. عندهم هيك بدهم ياخدوا المباراة مش عم يعرفوا كيف حتى لما اخذوا مباراه تشوف فرحتهم يعني كيف كيف يجي واللي فوت الجول يعني هذا بيعطيك كمان دليل على شيء في شيء غلط لازم يتصلح بريال مدريد اللي فوت فيه الجول هو شون. مدافع المدافع اللي و... هو ناتشو وهذيك الجمعه كاسيميرو كمان هذيك الجمعه خط وسط مدافع مدافع كزيميرو. كمان يعني ما ما في حدا عم حتى كاسيميرو اخذ يعني جول اه جول لاقول بس خلينا نرجع بس نركز على هالشغله يا عباس طلع على ريال مدريد حاليا مش هيك عندك بنزيما رجع بنزيما هو الهداف تبع ريال مدريد هلا ب 14 15 إيه. جول 14 -15. طيب عندنا رودريجو وعندنا فينيس جونيور وعندنا جورج طب لا جوفيش عم بيقدم المستوى اللي لازم يعمله رودريجو كان قدم شويه مستوى رودريجو امبارح نزل بس بعده بعده ما في ما في يعني عم بيقولوا 19 سنه فينيسيوس جونيور بيقطع بي وبيعمل دريبل وكل شيء بس ما عنده الفينش يعني ما في فوت جول يعني ان شاء الله الجول بيكون مفتوح ما فيش حدا عليه بيطلع الشوطه لبرا بيطلع شوط فاهمين كيف؟ <applause> ففي مشكله بالتهديف عند ريال مدريد بدهم لعيبه المنتخب البرازيلي بريال مدريد آه آه ما مضبوط معنا كثير لعيبه صار بريال مدريد في شغله لازم يعملوها بالانتقالات لازم ينجاب هداف لازم ينجاب بدك يا. هداف على طراز هلا انا عم بقوله قلت لك بنجيبوا هذا اللاعب تبع بدك هداف على طراز ليفاندوسكي على طراز محمد صلاح جابوا جابوا اثنين تبع شو اسمه عم بيجيبوا لعيبه صغار 18 19 سنه ما عم بيمشوا بالفريق صراحه يعني أنا أنا بقول يمكن زيدان عنده خطة عنده خطة بس بدك هلا يمكن عنده خطة للمستقبل بس بدك هلا إيه. كمان الفريق يعني استعجل الهدف أدى إلى عشوائية اللعب أكيد 100% آه عم بيقول أحمد ريال مدريد استعجل الهدف أدى إلى عشوائية في اللعب أكيد في كان في عشوائية كثير كبيرة بس كمان ما بدناش ننسى إنه ما في ما في هداف ما في هداف أنا إيه. بعتقد أنا سمعت عم بسمع وعم بقرأ عم بيقول محمد صلاح يمكن يجي عم بيقول يمكن مناي يمكن يجي مناي أكثر من محمد صلاح يمكن اللي يمكن يجي لعنا فبدون بدهم حدا من طراز ليفندوسكي بدهم حدا من بس ليفندوسكي كبر صار بالثلاثينات ما بعتقد يجيبوه على ريال مدريد لا لا ففي امل يمكن محمد صلاح في امل يمكن مانيه في امل يمكن جيفز هارد اللي عم بيلعب مع آآ مع ليستر سيتي بدهم حدا ريال مدريد لانه هزار انصاب هازار يعني كان عم يحسن مستواه <applause> انصاب ما بعرف شو ما بعرف شو صار له هازار خلينا شو الترتيب تبع على كل اكيد قريبا. من بعد ما فوز من بعد فوز ريال مدريد واستحصاله على ثلاث نقاط مشان هيك انا لابس كازه ريال مدريد تصدر بفارق ثلاث نقاط عن غريمه التقليدي برشلونه لي طبعا حتكون وعلى فكره ريال مدريد عنده ثلاث مباريات بين الكاس وبين الدوري من اقوى المباريات يعني عنده نهار السبت حيكون نهار الاربعاء هيلعب مع ريال ساراجوسا نهار الاحد او السبت هيلعب مع اتلتيكو مدريد وهيدي المباراه المرتقبه كمان وبعد منا كمان عنده مع المانشستر سيتي حيتقابل بشامبيون ليج فبراير بشهر شباط 24 شباط مباراه قويه رح تكون لانه لقلك ليه لانه مانشستر سيتي ما عادش عندهم يعني امل يربحوا البريمير ليج وبيبي جوارديولا لحد هلا مع مانشستر سيتي ما حقق الشامبيونز ليج وهو معود يربح الشامبيونز ليج لما كان مع برشلونه فبعتقد بيبي جوارديولا رح يركز كثير على الشامبيونز ليج لحتى نو ي... ياخذوا ي... 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 للشامبيونز ليج على كل ان... يعني شو الترتيب؟ قلنا قلنا الترتيب نحن؟ يعني الترتيب ده إحنا قلنا المتصدر ريال مدريد ب 46 نقطة برشلونة 46 مركز ثاني يعني المركز تاني برشلونة ب 43 م. نقطة اشبيليا اللي فات على خط ال يعني غلب جرناطة جرناطة اللي كان تقريبا من هون المتصدرين نزود. والفرق المتقدمة صار ب 38 نقطة خفنتي خفينتي فات كمان على مواجهة وعلى المنافسة صراحة ب 36 نقطة واتلتيكو ب 36 نقطة بفرق الاجوال عن خفيان كثير منيح بدوري الاسباني دوري حامي دوري كثير حلو دوري دوري يعني من اجمل الدوريات أن الدوري الاسباني والدوري الانجليزي على طول ما بيخيبوا لكم املكم يعني بس تحضروهم وبتنبسطوا هيدي كانت اخبارنا الرياضيه لهيدي هيدي الجمعه اكيد بدنا كل اللي كانوا عم بيتابعونا و يعني مثل ما قلنا لكم ببدايه الحلقه اكيد بنعزي العالم الرياضي كله بوفاه كوبي براينت وبنته وكل اللي توفوا معهم اكيد مثل ما بدينا الحلقة عم ننهي الحلقة عباس لك و يدل عليك يا كوبي <applause> يلا لك يعني. تحية لكم أكيد شكرا لمتابعتكم لنا نحن مثل ما معودينكم هيدا حكي رياضي هيك نحن بنحب نحكي بطريقتنا ببرنامجنا عفوية بعفوية بننقل الحدث الرياضي لكم بنعطيكم كل الأخبار وأكيد بنتشكركم على المتابعة وشكرا لكم اكيد وضلكم معنا بحديث او حكي رياضي كل نهار هو حديث الجاليه <تصفيق> <تصفيق> يلي اكيد حديث الجاليه وقف من بعد ما قلنا انه يمكن مزبوط. نعمل حلقات استثنائيه واكيد عم يعني نحضر شيء بعتقد لعيد الحب ب 14 بالفلنتين. شهر عباس بحب الفلنتين مش انا انا حجيب ضيوف هن بحبوا انا بعدني تحيه تحيه لكم وشكرا لك واكيد ترقبونا كل نهار تنين انا وحسين تفضل حسون اكيد تحياتنا لكم جميع متابعين هيدا البرنامج برنامج حكي الرياضي اللي بيطلع عليكم كل نهار تنام من الساعه 3:30 الساعة 4:30 بتوقيت ميشيغان و10:30 لل11:30 بتوقيت لبنان طلعنا على جميع الاخبار الرياضيه ان كانوا على صعيد كره القدم او كره السله او غير الرياضات وكان عندنا تقارير التقرير بيطلع على اليوتيوب تشانل تبعنا فيكم تحضروا هيدا التقرير اللي نلعب بقلب الحلقه عن كل مختلف الاخبار الرياضيه اكيد كل الفيديوهات وكل الحلقات اللي نحن بنعملها بهيدا البرنامج او ببرامج تانية فيكم تحضروها على صفحتنا على الفيسبوك من خلال البلاي ليست الموجودين او فيكم تحضروها على اليوتيوب تشانل تبعنا اعملوا سبسكرايب لليوتيوب تشانل تبعنا فيكم تحضروا كل فيديوهاتنا او الويب سايت تبعنا اللي هو www.whatsappmedianetwork.com نتمنى منكم على طول تتابعونا تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك وانستغرام واكيد تواصلوا معنا بحيلا فكره عنكم اياها حيلا موضوع حيلا دوري بتحبوا انه نحن نسلط الضوء عليه أو إذا بتحبوا كمان تدعموا هيدا البرنامج أو برامج تانية فيكم تتواصلوا معي أنا شخصيا أو مع الكابتن عباس أو تتواصلوا على الصفحة أو من خلال رقم التليفون تبع الصفحة اللي هو 313 258 6799، 313 258 6799 أكيد بدنا نشكر الراعي الرسمي لهيدا البرنامج اللي هن هابي هوم فرنتشر، هابي هوم فرنتشر موجودين على 5100 شيفر رود بمدينة ديربون حد سكرتيري أوف ستيت، إلى أن نلتقي الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج حكي رياضي كان معكم حسين هاشم والكابتن عباس بوخدر إلى اللقاء